بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ان شاء الله النهارده سيكشن عملي جورز موديول الاي بي ال للسنه الاولى. معاكم دكتوره وانا احمد مدرس مساعد باثولوجي. اول حاجه خالص عندنا في الاي بي ال من هو اول حاجه خالص التيوبركلوزس والبلهارتيزس كاكزامبل للجرانيولوما اللي هي حاجه اسمها كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن. وطبعا احنا متفقين من اول السنه خالص ان احنا اي جار بنعلق على ثلاث حاجات: اورجان دايجنوزس كومنت. كده كده في الامتحان بيجي لك الاورجان والدايجنوزس والكومنت بتتسال على حاجه صغيره منه. طب الكومنت عشان برضو نبقى مسهلين على نفسنا بنعلق على السايز، بنعلق على الشيب، بنعلق على السيرفيس، بنعلق على الكات سيكشن وعلى الكبسول. طيب نبدا اول حاجه خالص حاجه اسمها تيوبركلاس لينفادينايتس. اسمها ايه تاني؟ تيوبركلاس لينفادينايتس ويسكاسيجن. يعني ايه تيوبركلاس لينفادينايتس؟ تيوبركلاس لينفادينايتس يعني انفلاميشن في الليمف نود سببها التي بي. التي بي عباره عن كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن اللي هو الدرن، ممكن يجي في كذا حته من الجسم، منها اول حاجه الليمف نود زي ما هو عندنا. طيب الاورجان بتاعي من اسمها تيوبركلاس لينفادينايتس هو عباره عن 3 ليمف نودز، و السايز بتاعنا هيبقى ايه؟ هيبقى انلارجد. السايز بتاعنا هيبقى انلارجد. طيب وهنقول سايز لكل واحده، يعني عندنا مثلا هما ماتت توجذر او ادران، عندنا واحده نص في نص، عندنا واحده 2 في 1، عندنا واحده 3 في 2. طيب ايه هما انلارجد؟ زي ما احنا متفقين هما ويل ديفايند وكابسوليتد عادي، مفيش مشكله خالص. طيب ايه المشكله في او الحاجه اللي هي مميزه للجون هنا؟ الكات سيكشن بتاعه. فالكات سيكشن بتاعي عباره عن وايد اريا اوف يلوش نكروزس اللي هو كازييشن. يلوش نكروزس اسمه كازييشن. الكازييشن على فكره بيبقى شكله عامل زي التشيزي ماتيريال، يعني هو حاجات عامله زي الجبن كده بالظبط، وبتبقى مجزعه او مكسره زي ما احنا شايفين كده بالظبط. وفي حاجه اسمها تيوبركل زي المنظر ده بالظبط كده، تيوبركل. ده اول جار، تمام. طيب الحاجه اللي بعد كده الهبهرزيزس. الاكزامبل بتاعي بالهرجل سبلينو ميجالي. بالهرجل سبلينو ميجالي اسمه ايه تاني؟ اسمه بالهرجل سبلينو ميجالي. عندي الاورجن بتاعي سبلين معاه بروميننت بريزيرفد نوتش، معاه بروميننت بريزيرفد نوتش، معاه ايه؟ بروميننت بريزيرفد نوتش. طيب الاورجن بتاعي هنعلق على نفس الكلام بالظبط. اول حاجه احنا اتفقنا الاورجن ايه؟ سبلين بريزيرفد نوتش. الدايجنوزس حاجه اسمها بالهارديال سبلينوميجالي. سبلينوميجالي يعني اللارج سبلين، من اسمها كده يبقى انا عرفت السايز بتاعي. السايز هيبقى اللارج. السايز هيبقى ايه؟ اللارج. يبقى السايز بتاعي تاني يا جماعه اللارج، وحاول تدي سايز، تمام. طب الاوتر سيرفيس سموث، تمام. الكبسول لو كبسول، لو كبسول وادهرنت وسيك وفايبروتك واوبيك، سيك وفايبروتك وادهرنت واوبيك. طيب الكونسيستنسي فيرم انكونسيستنسي. البوردرز شارب بوردرز، البوردرز شارب بوردرز. طب الكات سيكشن اهو، الاسبرين اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن ساينوسيتس كبيره اللي هو الريد بالب، ساينوسيتس كبيره ومليانه بلاد. فالكات سيكشن هيبقى دارك براون، دارك ريدش براون ان كلر. والبلاد فيسلز بتاعته بما ان هو فيه كونجيشن يبقى البلاد فيسلز اللي موجوده عند الهيلم سكند. ده تاني جر. طيب هنخش في حاجه اسمها كرونيك فينس كونجيشن في السبلين. اسمها ايه؟ كرونيك فينس كونجيشن اوف سبلين. من اسمها كده كرونيك فينس كونجيشن، يعني السبلين فيه كونجستد. هيبقى السايز بتاعي ايه؟ اللارجد. السايز اللارجد. الاورجن طبعا احنا متفقين ان هو سبلين بالنوتش بتاعته. السايز اللارجد. البوردرز شارب بوردرز. الكبسول سيك وفايبروتيك واوبيك. الكبسول سيك وفايبروتيك واوبيك. الكبسول سيك وفايبروتيك واوبيك. الكونسيستنسي، الكونسيستنسي ما يجي المفروض نعرف الكونسيستنسي بتاعته. فيرم انكونسيستنسي، فيرم انكونسيستنسي. وقلنا الكبسول طبعا سيك وفايبروتيك وتنس وادهرنت واوبيك، وده ليه؟ لان الاورجن كبر فضغط عليها. طيب الكات سيكشن بتاعي بقى، الكات سيكشن كده كده متفقين من الجار اللي فات ان الكات سيكشن بتاع السبلين دارك براونش ان كلر، دارك براونش ان كلر، عشان خاطر هو فيه ساينوسوتس كبيره مليانه بلاد. طيب هو فيه ساينوسوتس كبيره مليانه بلاد، وفي نفس الوقت الدارك براونش ان كلر ده معاه حاجات بتبقى من الكونجيشن، حاجه اسمها هيموزيدرين بيجمنت، هيموزيدرين بيجمنت، هيموزيدرين بيجمنت، فبيخلي اللون
dark reddish brown in color. في حتت بقى in between siderofibrotic granules, siderofibrotic granules تمام, siderofibrotic nodules, siderofibrotic nodules عشان كلها فيها hemosiderin pigment وعامله حوالينها fibrosis فبتبقى grayish white شويه in color, اسمها جاندي جاما نودولز, جاندي جاما نودول. يبقى تاني الاورجان بتاعي اسبدين بالنوتش بتاعته, الاورجان اللارجد الكبسول اللي عليه تنس وسيك وفايبروتيك وابيك وادهرنت, اللي هو طبعا الكات سيكشن بتاعي فيه حاجتين مهمين جدا بما ان هو سبلين, فعندي جريش براونش ان كلر عشان خاطر البلاد الكتير اللي فيه. طيب الهيموسيدرين بيجمنت اللي خرجت وعملت حواليها فايبروزس فبقت عندي جريش وايت نودولز كده اسمها جاندي جاما نودولز. الدايجنوز بتاعي كرونيك فينس كونجيشن. السلايد اللي معانا دلوقتي هي سلايد حاجه اسمها رياكتيف فوليكولار هايبربليزيا في الاورجان بتاعي الليمف نود. طبعا متفقين اول حاجه برضو هنقول الاورجان هيبقى ايه, عباره عن ليمف نود. الاورجان بتاعي ليمف نود هم كام واحده قدامنا اهو, هم ثلاثه وحواليهم الفايبروفاتي تيشو بتاعهم. طيب هنقول برضو سايز ليهم, هنمسك مثلا دي اكبر واحده حوالي 3 في 2 سنتي وفي واحده صغيره مثلا 1 في نص سنتي. طيب هي من اسمها رياكتيف فوليكولار هايبربليزيا, هايبربليزيا فهتكبر الاورجان فهي هتبقى انلارجد ومن بره بريزرفت كبسول وسموس اوتر سيرفيس, انما الكات سيكشن بتاعي لو دققنا فيه هنلاقي فيه مالتيبل سمول فاريبل سايز نودولز او نودولر, بس هي ما فيهاش اكتر من كده. سبلين الجار الجاي حاجه اسمها لينفوما اوف سمول انتستين. الاورجان بتاعي طبعا سيجمنت من السمول انتستين تمام, الاورجان سيجمنت من السمول انتستين اهو طولها حوالي 20 سنتي تمام. طيب فيها فتحناها مفتوح عندي اهي, هي مفتوحه هي من بره ما فيهاش حاجه, سيروزال كفرنج سموث وكليسنج ما فيهوش اي مشاكل. اتفتحت لقينا ماس كبيره حوالي 5 في 10 سنتي تمام, الماس فيرم انكونسستنسي فيرلي ديفايند, طبعا هي نون كابسوليتد ما بتبقاش فيه لينفوما ابدا كابسوليتد. ماس كبيره اهي فيرم انكونسستنسي طالعه من الوول بتاعت الانتستين وعامله ناروينج لليومن بتاعتي زي ما تكون ملياها اصلا, والانتستين الميكوزا اللي حواليها حصل فيها هايبرتروفي في الميوكوزال فولد. طيب الشريحة الجاية برضو لنفومة في الاسبلين. اللنفومة بتاعت الاسبلين دي نوعها ايه؟ نون هوجكن لنفومة, نوعها نون هوجكن لنفومة, نون هوجكن لنفومة تاني نون هوجكن لنفومة في الاسبلين. طيب هيبقى الأورجان بتاعي ايه؟ من اسم السلايد كده الأورجان بتاعي ايه؟ الأورجان بتاعي اسبلين, بارت من الاسبلين. طيب الاوتر سيرفيس فيه مشاكل؟ لا, هو سموث ودارك بلاكش ان كلر, والكبسول طبعا بما ان الاورجان اللارجد بقت تنس وفايبروتيك واوبيك. طيب اللي هنقول مثلا السايز بتاع الجزء دون حوالي 20 سنتي, ولما اتفتح من خدنا كات سيكشن لقينا لارج ماس حوالي 6 في 8 سنتي ان سايز وفيرم ان كونسستنسي, وعامله ريبليسمنت للتيشو بتاع الاسبلين اللي احنا عارفين ان هو دارك براونش ان كلر, عاملاه له ريبليسمنت اهو, مفيش اصلا عندي خالص في الجزء بتاعها مفيش حاجه تقول ان احنا كنا في سبلين اصلا لو هو جايب لي الماس لوحدها. طب تمام, وعامله منه فولس كبسول خلاص, والكات سيكشن بتاعي فيها مالتيبل ارياز اوف هيموراج اند نيكروز. يبقى تاني انا عندي حته من الاسبلين مقاسها حوالي مثلا 15 ل 20 سنتي, الاوتر سيرفيس بتاعها اسموس, الكبسول تنس وفايبروتيك اوبيك, ولما فتحنا فيها او لما بصينا لقينا ماس فيرم انكونسستنسي ريبليسنج التيشو بتاع الاسبلين بتاعي, وفيها كات سيكشن فيه هيموراج ونيكروز. برضه السكشن اللي جاي او الجار اللي جاي نفس الكلام, نون هوجكن لنفوما في الاسبلين, فانا بقى هنا عندي الاورجان كامل وبعاني البريزرفت نوتش بتاعته تمام, و الاورجان طبعا انلارجد والاوتر سيرفيس سموث وعليه تنس فايبروتيك اوبيك
ولما فتحناه فيها لقينا وعليه سوري تنسف فايبروتيك اوبيك كبسول، ولما فتحنا لقينا ماس لارج نون كابسوليتد ال ديفايند ريبليسنج برضو التيشو بتاعي السبلين يعتبر تماما مفيش الا حته من حواليها بس، وهي عباره عن مالتيبل نودولز فاريبل في السايز وفي الشيب، و لونها حوالي تقريبا جريش جريش بينك ان كلر فريش ان كونسيستنسي، وفيها وايد ارياز اوف نيكروز.